بلدة سحم الجولان السيطرة على حاجز هذه البلدة، وهو المعقل الأخير من معاقل النظام المجرم في بلدة سحم الجولان من قبل كتيبة وادي اليرموك سريا سحم الجولان، فتم السيطرة على هذا الحاجز بالكلية من قبل هذه الكتيبة. ومعنا أحد عناصر كتيبة شهداء وادي اليرموك ليحدثنا عن السيطرة عن هذا الحاجز. أخي الكريم، كما نشاهد حاجز ضخم جدا تم السيطرة عليه بالكلية. الله أكبر والحمد لله. بعد حصار دام 3 أيام لهذا الحاجز بعد ضرب حاجز العنان، قام هذا الحاجز من الخوف طبعا، وانت تعرفون كلاب الاسد كيف يخافون، قاموا بالانسحاب خوفا من الحصار الذي دام عليه بالتعاون بين سرية سحم الجولان وجميع السرايا في كتائب شهداء وادي اليرموك. والحمد لله ونحن الان نعلن سحم الجولان منطقه محرره كليا من كلاب الاسد، والحمد لله والله اكبر. تكبير الله اكبر الله اكبر. سحم الجولان الان تم تحريرها بشكل كامل، وهذا في سلسله معارك تحرير حوران باكملها، فتم تحريرها وتحرير القرى المجاوره بعد يعني ان صار نظام المجرم ضعيف على الارض والجيش الحر هو الاقوى على الارض. بلدة سحم الجولان المحررة، نحن الآن نقوم في جولة ميدانية بحاجز سحم الجولان الذي تم تحريره بالكامل بالسيطرة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب عصابات الأسد المجرمة، من لأنهم نكلوا بالشعب السوري الحر وقتلوه وقنصوه، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالنصر. هذا الحاجز يعني كان له دور كبير في قتل الأحرار الشباب وقنصهم واعتقالهم وسرقة السيارات والمحال التجارية، فتم السيطرة على كل الحواجز وانسحابها بسبب الحصار الخانق من أبطال الجيش الحر على معاقل النظام المجرم. انظروا إلى هذا الحاجز الضخم جدا الكبير الذي سيطر عليه الثوار في بلدة سحم الجولان. سرية سحم الجولان يعني لها دور بارز وفعال في سلسلة معارك تحرير حوران بأكملها. هذا الحاجز وهذه المتاريس كلها صارت للجيش الحر ووضعوا يدهم عليها الكلية على هذا الحاجز. هنا كان جنود الطاغية يتربعون وتم انتحارهم بالكامل، وها هم الجيش الحر يعني منتشرون في الحاجز بعد السيطرة الكلية عليه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في حوران بأكملها من درعا مهد الثورة درع الوطن، حيث تم تحرير حواجز المنطقة الغربية برمتها من جليل إلى معرية مسافة 40 كيلو متر تم تحريرها بشكل كامل وبفضل الله سبحانه وتعالى.